قال المصنف رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. طيب، هذا حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو في الصحيحين، صحيحي البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، وجاء بألفاظ مختلفة ومتقاربة في الصحيحين. ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاء في مناقبه ما صح في صحيح الجامع الصغير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ قال عليه الصلاة والسلام أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأقضاهم علي ثم وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل، وأقراهم لكتاب الله أبي ابن كعب، إلى آخر ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن معاذا هو أعلم الأمة بالحلال والحرام. ثانيا، من مناقبه رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام معاذ يسبق العلماء برتوة، والرتوة قيل هي الميل من الأرض، يعني مسافة الميل من الأرض، وقيل الرتوة هي رمية الحجر، يعني مسافة رمية الحجر. والمهم أن الرتوة هي مسافة من الأرض. فمعاذ بن جبل يأتي يوم القيامة في زمرة العلماء، ولكنه رضي الله عنه يكون أمام العلماء بمسافة من الأرض أمامهم. دل هذا على تقديم معاذ بن جبل على علماء أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام، وهو الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ والله إني لأحبك في الله، فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذه أيضا من أعظم المناقب لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال والله إني لأحبك في الله، وهذا من أعظم المناقب لهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد جعله النبي عليه الصلاة والسلام في مكة يوم فتح مكة قاضياً ومعلماً، وبعثه إلى اليمن في السنة التاسعة أو العاشرة قاضياً ومعلماً، ثم عاد وبعثه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أيضاً قاضياً ومعلماً إلى الشام، وبقي في الشام إلى أن مات في طاعون عمواس المشهور في الشام، وكان عمره آنذاك 38 سنة، يعني لم يبلغ 40 سنة، وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام، وهو الذي يسبق العلماء علماء الأمة برتوة صلى الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفيه دليل على إنه الإنسان ممكن يدرس ولو ما بلغ شنو 40، كما هي القاعدة العدسية الهوارية. طيب، رضي الله عنه قال كنت
رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. وقال العلماء في هذا تواضع النبي عليه الصلاة والسلام من جهتين، فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام من جهتين. الجهة الأولى أنه صلى الله عليه وسلم كان يركب على الحمار، وهذا تواضع منه صلى الله عليه وسلم. الجهة الثانية أنه عليه الصلاة والسلام كان يردف وراءه على الحمار، وهذا أيضا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم. وفيه فائدة، وهي جواز الإرداف على الدابة. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: بشرط أن تطيق ذلك. يعني إذا كان حمار ضعيف ما يقدر يشيل نفرين، حرام تردف على وزر، بشرط أن يطيق الحمار ذلك. قال: كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار. وفي منقبة لمعاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام ردف من؟ معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحمار في رواية جاء أن اسمه عفير، عفير، وسمي عفيرا للونه الذي يشبه لون العفر وهو التراب، فكان أبيض مخلوطا بلون آخر مما يشبه لون التراب، فلذلك سمي عفيرا. وفيه جواز تسمية الدابة، عندك دابة ممكن تسميها. ويروى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له حمار ثان، مين يعرف اسمه ويفوز بالجائزة؟ أيوة، ها، دلدل. الله يوسعك، أول مرة نسمع هذا، ما بعرف والله. نقل ابن حجر في فتح الباري قال: يروى أن حماره الثاني كان اسمه يعفور، يعفور. ويعفور هذا لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام يروى أنه بكى بكاء شديدا، ثم جرى وانطلق بشدة إلى أن تردى داخل بئر ومات فيه، حزنا على وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن خزيمة: وهذا الإسناد ليس بشيء، يعني ما صحيح. طيب، المهم كان له حمار اسمه عفير، أهداه له المقوقس أو المقوقس، وهو ملك مصر آنذاك. وفيه جواز قبول الهدية من الكافر إذا لم تكن بشروط ولم يكن فيها مفسدة على الإسلام وعلى الدين. قال: فقال لي يا معاذ. وهذا النداء للتنبيه، لأن الأمر الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر معاذا به هو أمر مهم جدا، ولذلك قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أتدري، يعني أتعلم ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وهذا الاستفهام قال العلماء عنه للتنبيه، ليتأهب ويستعد طالب العلم لتلقي المعلومة، لأنك إذا أخبرت طالب العلم المعلومة هكذا فإنه ربما ينساها، أما إذا سألته عنها ولم يعلم الإجابة فأجبته بعد ذلك فإنه لا يكاد ينساه، لأن الإنسان إذا حرك عقله وحاول أن يجيب وتعب في الإجابة وقال لا أدري، انتظر الجواب بلهف وشغف، فإذا أعطيته الجواب فإنه لا يكاد
ينسى. قال العلامة الفوزان حفظه الله: وفيه أهمية وأفضلية التعليم بالسؤال، قال: وهي من أفضل طرق التعليم، التعليم بالسؤال وهي من أفضل طرق التعليم. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل: كيف تعلمت هذا العلم الكثير الغزير؟ رضي الله عنهما قال: بلسان سؤول وقلب عقول. فالمهم أن التعليم بالسؤال، سواء كان الطالب سائلاً أو مسؤولاً، هو من أفضل طرق التعليم، كما قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. وهذه الواو عاطفة، لماذا قال معاذ الله ورسوله أعلم؟ لأن الله تبارك وتعالى له العلم الكامل، والنبي صلى الله عليه وسلم له العلم الذي علمه الله تبارك وتعالى إياه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الأمة وهو أعلم الخلق على الإطلاق، كما جاء في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: أما إني أعلمكم بالله وأخشاكم لله وأتقاكم لله، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، إلى آخر الحديث. فهو أعلم الخلق على الإطلاق بربه سبحانه وتعالى وبدين الله جل وعلا. لذلك قال معاذ: الله ورسوله أعلم. لكن السؤال المطروح: هل يجوز الآن إذا سئلت عن مسألة في الدين، في الدين ولم تعلمها، هل يجوز لك أن تقول الله ورسوله أعلم، أو تقول الله أعلم؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله: في الدين تقول الله ورسوله أعلم في حال حياته صلى الله عليه وسلم وبعد مماته صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان الأمر في الدين. أما في الدنيا تقول الله أعلم. وقال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: في حياة النبي عليه الصلاة والسلام تقول الله ورسوله أعلم، أما الآن تقول الله أعلم، أما الآن تقول الله أعلم. وهنا فائدة، وهي رد العلم إلى الله سبحانه وتعالى في المسألة التي لا تعلمها، لأنك إذا أفتيت في الدين بلا علم فإن ذلك من أعظم الكبائر. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وتأمل أن معاذا هو أعلم الأمة بالحلال والحرام، ومع ذلك لما سئل عن مسألة لا يعلمها ماذا قال؟ الله ورسوله أعلم. ففيه أدب معاذ وتواضعه ورده العلم إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من علم وفقه معاذ. ولذلك جاء في صحيح البخاري أن جابر ابن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما قال، واحفظوا هذه الكلمة مهمة جدا، قال جابر رضي الله عنهما: إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم.
إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. وفي لفظ أيضا عند البخاري قال جابر رضي الله عنهما: إن من العلم أن تقول لما لا تعلم لا أدري لا أدري. هذا من العلم ومن الفقه، لأن الذي يقول لما لا يعلم الله أعلم أو لا أدري هذا يخاف الله سبحانه وتعالى. وثمرة العلم كله هي مخافة الله سبحانه وتعالى. فالذي يخاف الله ولا يتجرأ على دين الله تبارك وتعالى هذا دليل على علمه، كما جاء رجل إلى الإمام مالك مسافراً ربما 6 أشهر فسأل الإمام مالك عن 40 مسألة عن 40 مسألة فأجاب الإمام رحمه الله على 2 وسكت عن 38 مسألة في جميعها يقول لا أدري لا أدري لا أدري لا أدري 38 مرة لا أدري لا أدري لا أدري لا أدري لا أدري. فقال الرجل: جئتك من بلد كذا مسافرا إليه وحملني قومي 40 مسألة وتقول لا أدري؟ قال: اركب على راحلتك وانطلق إلى قومك وقل لهم قال مالك لا أدري لا أدري لا أدري. الآن يتجرأ الناس، لا أقول من أهل البدع لأن أهل البدع حدث عنهم ولا حرج، ولكن أقول حتى من بعض المنتسبين إلى السنة وإلى المنهج الصحيح، الإنسان لا يتجرأ على القول على الله بغير علم. قال ابن القيم: القول على الله بغير علم أعظم الكبائر أعظم الكبائر. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعوذ نفسه قولتك لا أدري أو الله أعلم، تعوذ نفسك على هذا: لا أدري، الله أعلم، لا أدري، لا أعلم. قال: فقلت الله ورسوله أعلم، وهذا هو أعلم الأمة بالحلال والحرام. قال: فإن الله على العباد، النسخة اللي عندكم كده الرواية، فإن ولا حق الله على العباد طوالي؟ قال: حق الله. طيب، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ومعنى يعبدوه أن يفردوه بالعبادة. وكان حقا لله على العباد لأن الله ما خلقهم إلا لهذا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليعبدون يعني ليوحدون. فهنا قال: حق الله على العباد أن يعبدوه، ومعنى يعبدوه أن يفردوه بالعبادة. وفي هذا إشارة إلى أي نوع من أنواع التوحيد؟ إلى أي نوع؟ الربوبية؟ إلى توحيد الألوهية الذي معناه إفراد الله بالعبادة. إذن حق الله علينا أن نفرض الله عز وجل بالعبادة وبالألوهية وبالإلهية سبحانه وتعالى. قربوا يا جماعة في المساحات، قربوا عليه كده عشان الناس يقعدوا، قربوا عليه كده. ولا يكفي
مجرد عبادة الله سبحانه وتعالى. يعني لا يكفي أن يعبد الإنسان الله، وإنما تعبد الله ولا تعبد معه غيره. لأن المشركين كانوا يعرفون الله وكانوا يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى أحيانا وأحيانا. قال تعالى: فإذا ركبوا، من هم؟ المشركون. فإذا ركبوا أي المشركون، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فلابد أن تضم إلى عبادة الله عدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وأيضا هذا لا يكفي، قال: أن يعبدوه، هذا أولا، ولا يشركوا به، هذا ثانيا، شيئا، هذا ثالثا. قال العلماء: دخل بقوله صلى الله عليه وسلم شيئا نوعا: الشرك الأكبر والأصغر. فحق الله عليك أن تعبده وأن لا تشرك به لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، وأينا يستطيع ذلك؟ هذا أمر صعب. لذلك حينما يتحدث الإنسان في التوحيد لا يعني المخاطبين فقط، وإنما الواجب عليه أن يعني نفسه أولا، لأن الأمر خطير وصعب. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر. وهذا والله من أصعب الأمور، أن ينجو الإنسان من الشرك الأكبر وأن ينجو الإنسان من الشرك الأصغر، من الرياء ومن نسبة النعمة إلى غير الله، ومن أنواع الشرك الأصغر اللفظي، وهذا من أصعب الأمور. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله، وهذا الحق تقول أهل السنة والجماعة هو حق تفضل وإنعام، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، هو حق تفضل وإنعام. تفضل الله عز وجل وأنعم به على عباده، ولم يوجبه أحد من العباد على الله عز وجل، كما تقول المعتزلة. المعتزلة يقولون إن هذا الحق، حق العباد على الله، أوجبه العباد على الله، وهذا مذهب المعتزلة، هو مذهب باطل ومنهج عاطل. وإنما هو حق تفضل وإنعام، تفضل الله به وأنعم الله جل وعلا به على عباده سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، ولقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولقوله جل وعلا: كتب على نفسه الرحمة. وهذا تفضل وإنعام. قالوا: حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وحق العباد، نعم أحسنت، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. سؤال: هل الموحد لا يدخل النار؟ أو هناك تفصيل؟ وما هو؟ نعم، الموحد يدخل النار طوالي؟ زي الواحد ظل يخش النار ولا في كلام؟ الموحد الذي يأتي به؟ نعم. لا، نحن كده ما متفقين معاك انه زول واحد ظل يمشي النار طوالي، ولا لو عمل حاجه
إبراهيم. الواحد يدخل الجنة إلا إذا حصل إلا إذا فعل كبائر تحت مشيئة الله، من شاء غفر الله من شاء عذب. نعم. قال العلماء خلاصة الكلام، قالوا التوحيد إذا كان كاملا فإن صاحبه لا يعذب أبدا. التوحيد إذا كان كاملا فإن صاحبه لا يعذب أبدا أبدا ولا طرفة عين. أما إن كان ناقصا وعنده كبائر فهذا يستحق العقوبة، يستحق العذاب، إلا أن أمره تعيينا إلى الله، إن شاء عذبه ثم أدخله الجنة في نهاية الأمر بسبب توحيده، وإن شاء غفر له وأدخله الجنة. أما إذا كان التوحيد كاملا غير ناقص فإن صاحبه لا يعذب أبدا. الدليل، الدليل هذا الحديث أوضح، أوضح. وحق العباد على الله أن لا يعذب لم يقل من لا يشرك به، وإنما قال من لا يشرك به شيئا، يعني لا يشرك بالله شركا أكبر ولا أصغر ولا خفي، أي أن توحيده كاملا فهذا لا يعذب، لأنه قال عليه الصلاة والسلام وحق العباد على الله أن لا يعذب. لكن من هو الذي لا يعذب أبدا؟ من لا يشرك به شيئا، لم يقع ولا في نوع من أنواع الشرك، وهذا من أصعب الأشياء، فهذا لا يعذب أبدا. هناك نصوص أخرى. أيوة. نعم نعم. هذا ينقص التوحيد، هذه من منقصات التوحيد. قال معاذ فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال العلماء فيه من الفوائد استحباب بشارة المؤمن، أولا استحباب بشارة المؤمن، ثانيا من الفوائد ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من حبهم لبشارة الناس بالخير، وحبهم رضوان الله عليهم تقديم الخير للمؤمنين وللناس. ولذلك حينما سمع معاذ هذه البشارة منه صلى الله عليه وسلم مباشرة قال أفلا أبشر الناس؟ نعم. وفيه أيضا ثالثا من الفوائد تبليغ العلم، الإنسان إذا سمع شيئا من العلم فوعاه، كما سمعه وعاه وفهمه فهما كاملا كما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الواجب عليه أن يبلغه وأن لا ينتظر التزكيات، لقوله عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. واستدل بهذا الحديث الأخير العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال يجب عليك أن تكون عالما بما تبلغه، ولا يجب عليك أن تكون عالما بكل الدين لتبلغ، وإنما الشرط أن تكون عالما بما تبلغه للناس. واستدل بهذا الحديث بلغوا عني ولو آية، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم دليل آخر، نضر الله امرئا سمع ما قالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. أفلا أبشر الناس؟ لأن هذه أعظم بشارة، أن الذي لا يشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا فإنه لا يعذب بالنار. قال لا تبشرهم
فيتكلوا. خاف النبي عليه الصلاة والسلام أن يتكل بعض الناس على هذه البشارة من أمته عليه الصلاة والسلام ويترك باقي الأعمال الصالحة. وفيه من الفوائد العظيمة أهمية العمل، أهمية العمل في الإيمان وفي التوحيد وفي الإسلام وفي الإيمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام منعه من البشارة لكي لا يترك العمل، فقال لا تبشرهم فيتكلوا، يعني ويترك العمل الصالح. وفيه من الفوائد أيضا العظيمة جدا جواز كتمان العلم إذا كان لمصلحة أو خيف من تبليغه المفسدة. كتمان العلم إذا كان لمصلحة أو خيف من تبليغه المفسدة. ولذلك قال أبو هريرة، وهذه شبهة يستدل بها الصوفية كما جاء في البخاري، قال أبو هريرة رضي الله عنه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، يعني من العلم، فأما أحدهما فبثثته، يعني بلغته للناس، وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم. الصوفية يقولوا ده العلم اللدني. طيب أبو هريرة ما قالوا؟ أنتوا عرفتوا كيف؟ مجيو كده؟ عرفتوا كيف؟ لكن قال ابن حجر، قال العلماء: هذا الوعاء الآخر ما كان في تبليغه فتنة، مثل أسماء أمراء الجور والحكام الظلمة في آخر الزمان، حفظها أبو هريرة من النبي عليه الصلاة والسلام، وفهم أبو هريرة من النبي عليه الصلاة والسلام من مثل هذه الأحاديث لا تبشرهم فيتكلوا وغيرها من الأحاديث، وقول علي بن أبي طالب: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله، إلى غير ذلك من النصوص والآثار. فلذلك كتم أبو هريرة هذا الوعاء الثاني من العلم لما فيه من المفسدة. قال ابن حجر: كأسماء علماء، كأسماء أئمة وحكام الجور وأمراء الجور، وكبعض أخبار الفتن التي ستكون في آخر الزمان. فخاف أبو هريرة رضي الله عنه أن يكون في إخباره الناس بها فتنة للناس، وفيها مشاكل وفيها فتن وبلايا، فسكت عن هذا، وليس معناه علم لدني أو إلى آخره. قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وفي أيضا من الفوائد أنك تخبر بعض الناس بمعلومات من الدين ومن العلم وتكتمها عن البعض الآخر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر بها من؟ معاذ، وقال له: اكتم هذا عن باقي الناس. فيجوز أن تخص بالعلم قوما دون قوم، والضابط في هذا خشية الفتنة أو المفسدة على من يخشى عليه من المفاسد ومن الفتن. قال: لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجه في الصحيحين أي البخاري ومسلم. الشاهد من الحديث: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فضلي التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال المصنف: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. يعني أراد المصنف في هذا الباب الأول أن يبين لنا فضائل التوحيد، وأن من أعظم فضائل التوحيد أن التوحيد هو السبب الأكبر
وهو السبب الأعظم في مغفرة الذنوب. وكل دليل أتى به المصنف تحت هذا العنوان وتحت هذا الباب يدل على فضل التوحيد وعلى أعظم فضل للتوحيد، أنه هو السبب الأكبر والأعظم لتكفير الذنوب والسيئات. قال المصنف: وقول الله تعالى الذين آمنوا، ومعنى الذين آمنوا أي وحدوا، معنى آمنوا يعني وحدوا، ولم يلبسوا يعني لم يخلطوا، ولم يلبسوا إيمانهم يعني توحيدهم بظلم يعني بشرك. وهذه الآية فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت شقت على الصحابة، أو شق ذلك على الصحابة، فقالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس الظلم الذي تعنون، ألم تسمعوا قول العبد الصالح لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم. فسمى الله تعالى الشرك ظلما. وهنا قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، هكذا فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك لهم الأمن، والأمن في الدنيا والآخرة، وهم مهتدون، لهم الهداية في الدنيا إلى الصراط المستقيم وإلى الطريق القويم وإلى المنهج الصحيح. يعني الذي لم يشرك ولم يخلط إيمانه وتوحيده بشرك، هذا يهديه الله تبارك وتعالى في دنياه إلى الصراط المستقيم وإلى المنهج الصحيح. لذلك إذا أردتم أيها الدعاة وأيها الإخوة أن يستقيم الناس على صراط الله المستقيم، فتكلموا لهم عن الشرك وحذروهم من الإشراك بالله. وكل داعية وكل جماعة لا تحذر الناس من الإشراك بالله وتزعم أنها تهدي الناس إلى صراط الله المستقيم فهي جاهلة كاذبة، لأنه لا صراط مستقيم ولا طريق قويم إلا بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. الدليل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هؤلاء أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الهداية الكاملة في الدنيا وفي الآخرة. هذه الآية فيها فضل التوحيد، وهو أن الذي وحد الله عز وجل ولم يشرك به شيئا له الأمن في الدنيا والآخرة وله الهداية في الدنيا والآخرة. نعم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك إلا الله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. طيب، عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، شهد، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الشهادة لا تكون إلا بشيئين، لا تكون إلا بشيئين، الأول الإقرار بالقلب،
التصديق الإقرار بالقلب، الثاني النطق باللسان، هذا هو الذي يشهد. أما إذا نطقها بلسانه ولم يقر بقلبه فهو كالمنافقين، وإذا أقرها بقلبه ولم ينطق بها ويلفظها بلسانه فهو كأبي طالب الذي قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولكن ما علمي هذا؟ حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عماه أو يا عم قل لا إله إلا الله، أبى أن يقولها، وكان آخر ما قال هو: على ملة عبد المطلب، ومات على الشرك وعلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. من شهد أن لا إله إلا الله ولا إله إلا الله لها ركنان، الركن الأول النفي، وهو في قولك لا إله تنفي بها جميع الآلهة الباطلة. الركن الثاني الإثبات، وهو في قولك إلا الله تثبت الإلهية الحقة لله عز وجل في قولك إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله الصحيح، معناها الصحيح، لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله، فلا بد أن تقيد بكلمة بحق أو حق. والدليل على هذا التقييد قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. لأنك إذا قلت معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، هذا كذب ومخالف للواقع. لا معبود إلا الله، هناك معبودات غير الله سبحانه وتعالى، الأشجار التي تعبد والقبور والقباب والأضرحة التي تعبد اليوم عند الصوفية وغيرهم من الرافضة، ولكنها معبودات بحق أو بباطل، بباطل. ولذلك تقول معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. وفي قولهم معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله أحيانا يعنون به وحدة الوجود، فهم يعبدون الكلب ويعبدون القبر ويقولون لا معبود إلا الله، أي هذا هو الله، فهذا المعنى خطير وباطل. قوله صلى الله عليه وسلم: وحده لا شريك له. وحده هذه توكيد للإثبات الذي في لا إله إلا الله، وقلنا لا إله إلا الله نفي و إثبات، الإثبات إلا الله، وحده إثبات، وحده توكيد لهذا الإثبات في قولك إلا الله. ثم قال لا شريك له، ولا شريك له توكيد للنفي في قولك لا إله، في قولك لا إله. قال: وأن محمدًا عبده ورسوله، أي أن يشهد أيضًا أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام عبده رد على من غلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصوفية وأمثاله، فالصوفية جعلوا النبي عليه الصلاة والسلام في مقام الإله، وجعلوا أشياخهم المبتدعة في مقام الإله. في قصيدة ليلة المولد يغنيها الكابلي
تلفزيون السودان، وهذه القصيدة تكرر في كل سنة احتفالا بالمولد. يقول مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام: أنت عين الله، يعني أنت ذات الله. وهذا الكلام كفر بالله، ليس بعده كفر أبدا. يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أنت عين الله. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول في حديث عبادة بن الصامت: وأن محمدًا عبده. والصحيح أن تقول عبده ولا عبده؟ عبده ولا عبده؟ يعني بفتح الدال أو بضمها؟ بضمها. السبب فاعل. لا أيوة، خبر، خبر إن، وخبرها يكون مرفوعا واسمها يكون منصوبا. أن محمدا هذا اسم إن، عبده هذا خبرها لا بد أن يكون مرفوعا، والواو عاطفة، ورسوله أيضا مرفوع لأنه معطوف على المرفوع فهو مرفوع. أن محمدا عبده هذا رد على من غلا في النبي عليه الصلاة والسلام، ورسوله هذا رد على من جفا في الرسول عليه الصلاة والسلام مثل اليهود والرافضة وغيرهم. وأن عيسى عبد الله ورسوله، هو عيسى ابن مريم من أولي العزم الخمسة من الرسل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأن عيسى عبد الله، عبد الله رد على من غلا في عيسى كالنصارى الذين قالوا عيسى هو الله وعيسى ابن الله، كيف يكون هو الله وفي نفس الوقت هو ابن الله؟ هذا أمر عجيب. فلا يمكن للابن أن يكون هو الأب، ولا يمكن للأب أن يكون هو الابن، لأنه ما كان ابنا إلا لأنه جاء من أب في الغالب، وما كان أبا إلا لأنه عنده ابن، فكلاهما غير واحد. ومن عجيب أمخاخ النصارى وعقولهم الباطلة الفاشلة أنهم يقولون إن عيسى هو الله، وقد قتل اليهود عيسى وصلبوه وهو الله، فكيف يقتل الإله؟ وكيف يقتل قوم الله؟ وكيف يموت الإله؟ وكيف يصلب الإله الخالق على مخلوق وهو الصليب من خشب ومسامير إلى غير ذلك؟ وكيف يحمل المخلوق هذا الصليب؟ كيف يحمل الخالق؟ وكيف يموت الخالق؟ قالوا مات ثلاثة أيام ثم قام بعد ذلك. فمن كان الإله والحاكم للكون حينما مات الإله ثلاثة أيام؟ وكيف يستطيع مخلوقون أن يقتلوا الخالق؟ فإذا قتلوه فهم مستحقون للألوهية قبل هذا الذي قتلوه. وهلم جرا قالوا أن عيسى عبد الله ورسوله، وفي قول عليه الصلاة والسلام ورسوله رد على من جفا كاليهود الذين قالوا إن عيسى كذاب ومحمدًا كذاب وآخر الأنبياء هو موسى، والنصارى قالوا موسى رسول وعيسى إله وابن للإله ورسول للإله وآخر رسول ومحمد كذاب. هوى ما بعد هوى. فرد النبي عليه الصلاة والسلام عليهم، قالوا أن عيسى عبد الله أي ليس إلها ولا ابنا للإله، إنما عبد لله، ورسوله أي هو رسول حقا من عند الله ليس كذابا
كما تقول اليهود عليهم لعنة الله. نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله من الدرس القادم نختصر الشروحات وندرس في الدرس الواحد يعني إما باب أو بابين إن شاء الله تعالى. وإذا الناس ما عندها مانع ممكن بكرة يكون في درس، لكن ولا بكرة عندكم حاجة؟